مرحبا واهلا وسهلا فيكم على قناة ميزو جيمينج. واليوم راح تكون حلقتنا هي الحلقة الأخيرة لتختيم لعبة The Last of Us Part 2. طبعا هالحلقة فيها أحداث كتير مشوقة، أحداث في يعني معارك كتيرة راح تصير، وفي أشياء راح نعرفها ما راح أحرقها عليكم، وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة للمقطع، وبشوفكم إن شاء الله بالتختيمات الجاية. هدول في قدامنا هلا، مبين في مواجهة قوية راح تصير، وأنا ما في معي أسلحة منيحة. يلا هاي منيح. راح نجرب، ما في شي عندنا. راح تمام. وينه وينه؟ طول بالك. ها طلع لفوق، ها في واحد هون. والله ما اعرف اذا كتار ولا قلال. اوه واحد طلع لهون. هذاك عم بيشوفني وهذا عم بيشوفني. خليك 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 صامت. والله انا هجمت عليه هيك بدون قصد يعني تقريبا. دقيقة، هذا اللي هون. اوه معقول شافوني؟ طيب طيب تعال. يلا 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 يلا، عم يقرب لحاله وهو كذلك، ونحن بدنا اياك تقرب علينا. تعال 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 تعال. يلا 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 يلا، شوي تاني. هي تعال عند حبيبك، تعال. انتو لسه ما بتعرفوا الي، انتو لسه ما بتعرفوا منيح مين هي. تمام هدول كمان منيح. تعال تعال يا حبيبي تعال. والله حرامات اضيع عليك سهم، بيشوفني فورا كلب البدو، بيشوفني فورا. تعال تعال، رفيقك مقتول هون، تعال. كيف بدك تتركه؟ بنت هي صحيح، مو شاب كمان. والله مقاتلون اقوياء. ايه ايه ايه، انا انا دي دي، تعالي تعالي. انت كمان يا حلوه يا اموره. كفو عليك يا لي، كفو. والله ما بعرف اذا اطور شي سلاح ولا لا، خلينا نجرب. شو في عنا ناقص؟ هات فينا نظبطه. ما ضل شي معنا ولا مادة، وفي صوت عم يجي حوالي. ما
معقول في حدا قريب علي؟ والله حدا هون. معه سلاح قوي. تعال هون حبيبي تعال. خليك صامت خليك صامت، عم نروح بهدوء. شو جابك لهون؟ شو جابك لهون بس قل لي؟ هذا كان معه عصاي بس، فكرت معه طلق. من هون والله انا غشيت. في عالم؟ معقول؟ معقول؟ والله معقول، ليش مو معقول يعني؟ مو عالم يعني، ممكن يطلعوا الكليكرز او شي. هاي ما بدنا اياها. هاي شو؟ اكيد بدنا اياها هون. هاي رح تلزمنا. في صوت راديو، كأنه عم بسمع صوت راديو، صوت مسجلة. يلا الطريق الطريق. لبين ما رجعنا لشخصية إلي، ما بعرف شلون صار الوضع يعني. بنلعب شخصية إلي بترجع أبي، بنلعب بإلي، صار لخبطة لخبطة. في طريق من هون، وين أطلع؟ في واحد هون، معناته أنت راح تكون أول ضحايا. دقيقة أشوفك. جيتك جيتك. أوه كتار. شو استعمل معه؟ مسدس ما بعرف، ولا سهم؟ رح نخلي سهم. وين راح؟ في واحد فوق كمان، بس رفقاته هني ولا ايه؟ يلا هذا هلا رح يجي لعندي لحاله. طيب طيب تعال حبيبي تعال. تمام، هذا واحد راح. اهم شي التانيين ما يشوفوني. في واحد كان عم يشوفني من فوق، معقول؟ لا 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 لا، في كتار هون مو بس واحد. فورا بس اطلع راسي بيشوفني. طيب خليني اطلق هي عليهم. جايكي جايكي يا حبابة، خلاص لا تزعلينا. في واحد هون لازم اقتله لهذا. طيب 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 طيب، خليه بس يوقف. هدف متحرك. هذا على وشك كان يشوفني. طيب 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 طيب، على مهل على مهل. عم يطلع هون وكأنه عم بيشوفني. يلا 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 هجومي. Infected got loose. Shit.
هدول كانوا على وشك يشوفوني، بس منيح انه عم يهجموا. دم 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 دم، حلو. والله شافني. مخون شافني؟ لا لا، ما حدا شايفني. لا انا بدل، لا مو ما بدلت سلاحي. هنين عارفين انه انا هون. اها، في واحد فوق. لفوا علي. طيب 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 طيب، على مهل. هلا كنت هون، وين رحت؟ خلي هذا يجي. معقول يشوفني هذا؟ هذا كمان راح. طيب 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 طيب. في واحد قرب علي ولا لا؟ لا، هذاك اللي فوق لساته بمكانه. طيب راح نبدل هذا السلاح لهذا. تعال. تمام. مين ضال؟ تعال انت اللي فوق. والله مو عاجبني وضعك. اكل طلقة مني كمان، بس ما استفدت شي للأسف. خلينا نعمل دم تاني. دم تاني دم تاني. وين هذا المطل؟ لا علي راسه. اوه، سمعوني من كل النواحي. شو هالكفر الحلو؟ كفو عليكم والله. كفراته كفراته كفرات تعبانة. في واحد هون طلع لي راسه. موت لك كلب البراري. بس ضلوا هدول. اها، وينه وينه؟ بس وريني حالك. بس وين؟ في واحد هون كمان. وينه؟ ها؟ وين؟ ليش هو عم يشوفني وأنا ما عم شوفه؟ طيب انا راح اجيكم اذا ما تجوا. اوه كتار. لا 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 لا، والله غلط. انا اجيك لهون. غلط 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 غلط. قبل ما طير عشان ما حدا تاني يشوفني من الطرف. تمام، هذا ما عم يحس علي. لا 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 لا. طيب خليني ارجع لورا شوي. خليني بس اخذ كفر. بعيد كتير.
يلا يلا يلا، عبي 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 عبي. بس راح نغير هذا السلاح بما انه تعالوا لعندي، تعالوا. انا ما بريد استعمل المولوتوف هلا. بعرف انت وين. اها، في واحد ورا. هاي دقيقة. وين؟ وين شفتيني؟ المشكلة هذا السلاح ما فيه طلقات. طيب إذا عملنا أسهم في عنا، هاي كامل، هاي أهجم، راح أهجم. طيب أنا أهجيكم. تعال أنت يا حبيبي. يلا يلا طلع لي راسك بس. هات كمان راح. وينو؟ تعال تجرب سلاحك علي، تعال. اوه الدم، يا الهي، قوي قوي. طيب هلا ما اعتقد قتلتهم كلهم، والله اني كفو. تمام، مواد سفينة، بس نصنع دم تاني كمان راح يكون الوضع تمام. طيب ها، في شي عم يلمع هنيك. تمام، في شي عم يلمع. اوه مو شي، اشياء عم تلمع. هذا حلو، هذا الشي، هذا الحكي الحلو. دم، السلام. هلا صار وقت نظبط هيك. لا لا لا، اوه الأسلحة تبعي. موتي، ما ضل معي أسلحة لحتى استعمل كل شيء. لا هي ما عاش، كان وين كانت هي؟ موتي، طلقتين شوت كان كمان حلوين. طيب راح نستعمل، نعبي طلقات الشوت كان اللي عندنا ونغير هذا السلاح كمان. لا عفوا، نخليه هاد وهذا نخليه شوت كان. في حدا فوق؟ لا. طيب، هاي رسالة ما أنا مهمة. شيل طلقات المسدس، شيلي. فوق طلقات الشوت جان، صاروا عندنا 4 طلقات معباين جاهزين. هذا شو عصا؟ العصا اللي عندي لسه فيها طلق منيح يعني. وهلأ لوين؟ كأنه أنا نسيت شي وراي.
ثلاث طلقات لهذا السلاح وأنا أنساهم؟ لا مستحيل. وين؟ ها هذا المكان اللي أنا جيته. ليش طلعت لفوق لكان؟ في حدا؟ لا. في كتار والله. انتو تحت النار. اوه كتار، لازم نقتلنا كم واحد وفورا بيشوفوني. ايدي موت. معقول اضرب عليك 10 طلقات لحتى تموت؟ اوه شو كان؟ ليش انا هيك عم امشي خفيف؟ لا لازم ما احصر حالي بزاوية هيك. طيب في واحد لحقني لحقني يعني. انت كمان موت يا كلب الخسيس. وين وين؟ في واحد جوا. لا 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 هيك غلط. طيب 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 تعال. في واحد كان عم يرمي علي مولوتوف من هون. دقيقة رح اخليهم يروحوا لهداك الطرف. دقيقة 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 دقيقة، طول بالك بس. هلا راح تشوف. ما حدا شافني ما حدا شافني ما حدا شافني. تمام. طيب 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 طيب. في بعيدين كمان. هدول البعيدين. ما بعرف عم حس انه في عم تعلق اللعبة شوي. هذا ضل هون. لا راح يجي. طيب راح نحط كاتم على هاي كمان. اوه في واحد ما هو كمان. اثنين مع بعض. ما بعرف الثاني وين راح. طيب 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 هاي كمان بتلزمني. تعال حبيبي تعال. هلا شو مقدس على شو؟ لسه في واحد تاني كمان ضال على ما اعتقد، بس هو راح يكون شوي بعيد بالمحل اللي قتلت التانيين انا فيه. تمام. في اثنين. شو عم يعمل هذا؟ هلو هلو.
صوت يا كلب. لازم يكونوا خلصوا هلا. اوكي. ما شفت الباب انا. يلا. مساء. اوه. من وين طلعت لي هي؟ بس لا حلو من المقطع التصويري، انا ما فيني امشي. يي طقعينا طقعينا. افقعيها عليها اللعنة. في مسجونين كتار. شو الوضع عندكم يا شباب؟ بدكم مساعدة؟ على القليل يقولوا لي شكرا جزيلا لك لانك ساعدتينا او اي شغله، يعني مو هيك بس تخلصوا. اوه عم يحط المسدس بوجه الي. اوكي بس بدها تسال عن ابي يعني. العواميد عواميد شو؟ اوه عم بيقول ممكن تكون ميته يعني. يعني غالبا هي رح تكون ميته هلا. ها؟ عن جد؟ وهلا انا من وين راح اروح؟ معناها اقتربت النهاية. والله اكلة طلع. المسكينة ما عاد تقدر تمشي. هلا شو؟ يلا. شو هالمشي البطيئة؟ عم تقول ابي ابي ابي، عم تحلم بابي بس. يلا هلا صارت تتوجع؟ صار لك ساعتين عم تقاتلي. اسف. اها الشباب خلص صارت حرب بينهم. يلا انا اطلقت المساجين مشان يقضوا على الباقين. لا مستحيل. إن خاصرتي تؤلمني. والله خاصرتها تؤلمها يا أخي المسكينة. يلا للشاطئ هلا نحن عم نتجه. حسب ما هني خبرونا إنه في عواميد ما بعرف شو. منطقة العواميد يعني رح نلاقيها لأبي، لأنه هي حاولت تهرب فأخذوها لهنيك. مبين اللي بيهرب بيكون شغله صعب. هالطريق بين الشجر، ونحن نحب الأشجار كثيرا يعني. ايه هولي. وصلنا. اوه هي هي العواميد معلقين عالم عليهم. يي ميتين كلهم. ابي هي يا ابي. لا ساعديني عم بتق. اوف هلا شوي بدها تموت. اوه كيف متغير شكلها. يي شعر متغير شكلها وصايره نحيفه. تقتلها فورا هلا. شو فكها ولا؟ يا عم ميتة خالصة. اوه كيف الجلد تبعها مسلوخ سلخ. يا رباه. اوه منظر مخيف. لا. اوه هذا هو لف. اللي مستغربة من حالها ومنهم وعم تقول شو عم بعمل؟ لأنه هنين ميتين تقريبا. بس هي طارقة هالمشوار كله مشان سأل. عم تقول في قوارب من هالناحية. إيه لا عزميني تعالي خديني معك. يلا خلينا نروح سوا نسوي عيلة أنا وياكي وليف. أنا أصير أمه لليف وأنت تصيري أبوه.
ما هذه السخافة؟ لا هي ما في لا معها سلاح ولا شيء، يعني خلينا نشيل شوتجان وخالصين طلقتين ونتخلص من عذابها وعذاب جول اللي عم بيضل يلاحق على إلي، يعني بما انه صايرة وصايرة. يعني شو هالشغلة؟ يعني طيب والله إلي خالصة، يعني هيك عم يتعبوها لإلي مشان نقول إنه إلي كمان تعبانة وأبي كمان نص ميتة. وصلنا للبحر وأنا أحب البحر كثيرا. والله ما عاد أعرف شو عم بيصير هلا. شو تخليهم يروحوا يعني إلي؟ ايه وبعدين؟ يعني وبعدين يا دوبة عم تشيل شنطتها. ما اوه عم تتذكر جول. هلا رح تصير متوحشة عنيفة جدا. هي شغل الموسيقى، موسيقى الإثارة والأكشن. وهلا ما فيني أقدر أخليكي تروحي يا النحيفة. ها ما بدي أعمل لها شيء؟ بدك تعملي غصب عنك. شو كيفك؟ خلي هيك شوية متعة متعة. ايه اعطيها واحدة تانية. لا شو كيفك؟ ايه هددته بلف، هددتها عفوا. والله انا هيك عم بشوف على منظر عم بحسها انه هي صايرة زلمة. هو مو جزء من هالشغلة عم بتقول، بس اللي عم بتقول انت عملتيها جزء من الحرب تبعنا. يعني اوكي صار وقت الهجوم. وهلا كيف رح نقاتل؟ بالسكين؟ بس بالسكين يعني شو هالمصدر؟ ايه حابة تقتليني انت بالسكين تبعك؟ يلا جربي جربي جربي. كفو كفو، تعالي لهون لأقلك. خليني اروح اهجم يهجم. والله ما راح خليكي تتحركي. شو هذا؟ بس عم تدش. اوه خدي. يلا 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 يلا. والله انا هربت يعني لحد. كفو كفو. ايه بس هيك برقبتها. بدك تقتلي جول مو؟ ايه؟ والله عم بهرب. خدي تعالي لهون تعالي لهون. كل هالضرب اللي اكلته لساتها عم تقاوم يا الهي. بس بدك تدفشيني. تعالي لهون تعالي. شو هالمواجهة السخيفة؟ لا يلا يلا. لا صار فيلم صار فيلم. ايه بعيونها بعيونها. كفو 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 كفو. طلع بس 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 بس. اوه لحد امتى بدك تهربي؟ غزيها غزيها برقبتها برقبتها بقلبها. اوه تعسي تعسي. شو عم تعمل إلي؟ بشرفك بشرفك عم تضربكي كف. وهلا شو؟ أكلتي كل هالضربات وهالسكاكين؟ تعالي لهون حبيبتي تعالي. لا لا إيه اضربيني لسه. والله ما عم قدر.
ضرباتها ما عم بيروحوا، ما عم بيروحوا. هي عم تضرب 3 ضربات وانا بس فيني اضرب 4 ضربة، يعني شو هال. تعالي تعالي تعالي. والله ما ضل فيها نقطة دم. كفو كفو عليكي. هجوم 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 سترايك. غرقيها غرقيها. تقتلي جول مو تذكري هلا، تذكري جول. يلا 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 ما ضل شيء. هذا هو السقف. اوه قطعت اصبعتها. والله كأنه قطعت اصبعتها. يلا ما ضل لك شيء. نفس ثاني نفس ثاني وخالصين، نفس ثاني وخالصين. كفو كفو كفو. هذا هو السقر. يلا 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 خالص خالص. ميتة ميتة. لا تقاومي ما في داعي. كفو إلي. هيك دعوسي عليها يا كلبي يا حقيرة. شو؟ شو؟ ها؟ شو عم بيصير؟ ليش تركتها؟ What the hell؟ ليش شو؟ Go. عم بتخلها روحي. خدي وروحي. اوه صبعتين رايحين. خدي وروحي. يعني خلاص شافت جول خلاص يعني؟ كان نقطة النور اللي ناطرتيها يعني. معقول بعد ما دام ما راح تقتليها ليش جيتي لكل هالحد لهون؟ يعني اقسم بالله شو هالنهاية؟ هلا عن جد نهاية اللعبة هي؟ يعني والله ما الواحد ما عاد يعرف. يعني بنلعب بنلعب بدنا نسأر، وبعدين بدنا نخليهم، بعدين بتجي أبي بدها تسأر، بعدين بتخلينا، بعدين نحنا بنيجي بدنا نسأر منها، بعدين نحنا بنخليها. يعني على شو أساس اللعبة؟ أنه أوكي فهمنا أنه السائر ما في له فايدة وما بيجيب شيء، بعد ما طبعا كل واحد قتل رفقات التاني كلهم. فالنتيجة نتيجة مو هالنتيجة الحلوة اللي نحنا كنا متوقعينها. يعني والله كأنه خربت. يعني رجعت لعند دينا. بربك تركتي كل شيء ورجعتي لعند دينا. يا حرام. اتعاطفنا مع ابي اوكي، بس يعني هيك انه بينون لانه هاي شوفوا ابي منيحة القصة كلها عنا وانقطعوا اصابعها يعني ما عملت شيء. هلا ابي رح تروح هي تعيش مع ليف، وهي رح تضل مع دينا. مع مين يعني؟ لا ما شو عم ندور على مين؟ ندور على دينا؟ كانت ما في حدا بالبيت. ها؟ شو النهاية السخيفة يعني؟ هي غراض أبي بس ضال لهون. يعني دينا كمان تركتها. والله حقك. على اساس دينا هي الشخصية المبدعة اللي باللعبة اللي جابوها، يعني حطوا شخصية غبية بكل معنى الكلمة. والله انا عم يزعجني الموقف. يعني بعد كل هاللعب ساعات اللعب واخر شي بتخليها تروح. تعالي اعزفي لنا كمان شوي على الجيتار مشان ترتاحي. هلا ممكن البعض يشوف القصة انه هي منطقية والسائر اوكي. انا كمان بفهمكم، يعني السائر ما في له نهاية وما في له ممكن فايدة، بس تعاطفنا مع شخصيتها
لأبي. مع الأصابع اللي رايحة عم تجرب حالها يعني. ايه، ف خلينا نخلص هاي المعزوفة. ايه، فما بعرف، ما بعرف، انا بحسها يعني اللعبة خلصت هيك بطريقة ما بعرف، كان في لخبطة، شخصيات بتجي بسرعة وبتموت بسرعة، يعني الواحد ما يقدر يتعاطف، يعني وقت ينقتل حدا ما عاد نعرف شو بدنا نحكي، لأنه في شغلة عم بتصير وفي واحد عم بيموت وفي واحد عم بيعيش. ف والله أنا من جهتي ما بعرف، يعني كتقييمي الشخصي للعبة إذا أعطيها من 100، بعطيها 70% أو 60%. يعني هدول كمان بالنسبة للجرافيكس تبعهم والتطوير تبع شركة نوتي دوغ، هذا الشيء ما بينحكى عنه أبدا. بس كقصة ما بعطيها شيء، لأنه ملخبطة كتير ومستعجلين، مستعجلين إنه يجيبوا شخصية ويقتلوها ويجيبوا ويقتلوها. ما أعرف، هاي اللقطة اللي تذكرت فيها جول قبل ما تقلع روحي. من وين جبت القهوة؟ لأنه هو كان قلبه على القهوة من الجزء الأول. بس شخصية جول حتى يعني بتحسن إنه دمروها يعني. ايه، I had Seth under control. اها. And you need to stop harassing Jesse about my patrols. مبدأ يا طايق جيسي على الدوريات تبعه او شغلة من هيك يمكن. دينا. دينا، هلا صارت تحكي عن دينا. She your girlfriend? اها، هي رفيقتك؟ No. حبيبتك يعني؟ تقول لا؟ No, she, that was just one kiss, it doesn't mean anything, she just... اه، عضة واحدة لم تكن تعني شيئا. You do like her. ايه، بتحبيها عم بيقول. والله جول شخصيته مو هالشخصية، هيك حاسه ضعيف ضعيف، لا حول له ولا قوة، مع انه هو كان عنيف كتير بالجزء الاول. ايه، انت ستيوبيد طبعا. That girl's intentions are, but I do know that she would be lucky to have you. راح تكون سعيدة إنه أنت راح تكوني بجنبها. You're such an asshole. أها، صارت تبلش فيه مرة تانية. I'm not trying to. I was supposed to die in that hospital. هي بتقول إنه أنا كنت لازم أموت بهداك المشفى. My life would have fucking mattered. كانت حياتها راح تكون أفضل. إما إذا أنت ميتة كيف راح تكون أفضل؟ بس انت اخذت هالشي مني. شو غبية، ما بيعرف شو بده يحكي المسكين، شو بده يحكي له. If somehow the Lord gave me a second chance at that moment, I would do it all over again. إذا إجت فرصة تانية إنه ينحط بنفس الموقف، رح يعمل نفس الشيء مرة تانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. بس والله ما بتستاهل. هو تعلق فيها لأنه بنته ماتت يعني. You just shoot. Forgive you for that. ما راح اقدر اسامحك على هالشي. ايه، بس راح انه راح تحاول انه تسامحه بربك. هذا الحكي بينحكى لجول. انا بحب هالشي. جول بده يبكي، جول عم يبكي.
وانا مع الشخصية انه تكون هيك شوي عاطفية كمان، يعني اكيد في له عواطف، بس يا حرام والله انا زعلان على جول كتير، يعني اكتر شي بالقصة اللي زعجني انه مقتل جول. ايه خلصتي؟ عم تتذكري؟ ندمانة؟ ايه يا سيدي ندمان. ايه اركضي اركضي. على ما أعتقد خالصين، أكيد خالصين، فما عاد في إلنا حكي نحكي على الأغلب. هاي كانت هي الحلقة الأخيرة من تختيم لعبة The Last of Us Part 2. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهالنهاية، يعني مو مثلي بأقل شيء، يعني أنا كمان استمتعت باللعبة، بس إنه النهاية كانت شوي شغلة تانية. وشكرا كتير على الناس اللي دعمتني وخلال تختيم هاللعبة، وأكيد بشوفكم إن شاء الله وتعجبكم التختيمات اللي جاية على القناة. انتظرونا بلعبة جديدة عن قريب إن شاء الله، وبشوفكم إن شاء الله بخير. مع السلامة.